منصات التواصل ما لحقت تنعي وتحزن على فهد الحيان إلا وفاجأها خبر محزن آخر برحيل المخرج السوري الكبير هشام شربجي والملقب في الوسط بشيخ الكار. هشام شربجي رحل عن 75 سنة بعد سلسلة انتكاسات صحية بسبب جلطة دماغية من عامين. الراحل قضى أكثر من 25 سنة في الأخراج، كان فيها أحد أعمدة ومؤسسي نهضة الدراما السورية، وأخرج العديد من الأعمال اللي تحولت لأيقونات مثل عيلة 5 نجوم وستة وسبعة وثمانية نجوم ويوميات مدير عام وأسرار المدينة وجميل هناء وأحلام أبو الهناء وغيرها وغيرها من الأعمال. نجوم سوريا والعالم العربي نعوا الراحل عبر حساباتهم، وكثار منهم بدأوا يحطوا صورهم وذكرياتهم معه ووجهوا كلام لابنته المخرجة المعروفة رشا شربجي. وتفاعلكم أو في تفاعلكم إحنا كمان بنتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحل هشام شربجي وبالأخص ابنته رشا، طبعا الله يرحمه ويصبر العائلة.